وكان أكبر معاناة بالنسبة لي معاناة الحرب. حرب الحقيقي إنني أدخل الجامعة من ريف. حسيت إنه انتهى كل شيء. الصعوبة اللي واجهتني في الحرب، أنا كمعلمة فقدنا المبنى اللي كنا نعمل فيه، المدرسة نفسها نصفت، سويت بالتراب، قصف طيران. كان أكثر يعني شيء صعب إني أزرع الطمأنينة في نفوس الصغيرة وأنا بداخلي أرتجف.